هو دونجا في التنفيذ هذه المخالفة صالح المنتخب البرازيلي. تعويلة وبالرأس والهدف الأول، الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي عن طريق اللاعب رقم 5 وهو سيزار سامبايو. سيزار سامبايو يفتتح النتيجة لصالح المنتخب البرازيلي، وهذا الالتمام هل سيكون الانطلاق الحقيقي للمنتخب البرازيلي؟ نعرف من يصوب. روبرتو كارلوس تضرب الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني لنفس اللاعب سيزار سامبايو يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب البرازيلي. رونالدو كرة في اتجاه زامورانو وسلس وهدف، هدف السلس في الدقيقة 22 من هذا الشوط الثاني، فرصة وهدف لصالح المنتخب الشيلي. دانيلسون مجددا إلى رونالدو وجه لوجه، رونالدو والهدف الرابع، الهدف الرابع لرونالدو في الدقيقة 24، 24 دقيقة لعب، ورونالدو يضيف الهدف الرابع لصالح المنتخب البرازيلي.